ومنعه قوم في أصول العبادات بعض كيش قياسا منع كردوا منظور حجة بوني قياسا ليلة حجة بوني قياسا منع كردوا لأصل عبادة كاندا لأصل عبادة كاندا قياسا منع كردوا كأوانا حنفينا أبو علي جبائشة أو قوميا حنفينا دقل أبو علي جبائي أولا لأصل عبادتك كان دا قياسيا منع كردوا مثلا تون فنفوا جواز الصلاة بالإيماء بالحاجبي أو قيدي بالحاجبي بوزياد كان المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز أو مثالي غلطة دبي بعض قيدي بوزياد كي حالي بون سونا بلا تشاو عن نباري وانيكا نشكردن بإشارة قياس كراو بوسر نشكردني إنساني قاعد ماني وانيا صلاتي بالإيماء قياس كراو بوسر صلاتي قاعد حالي بون سونا بلا تشاو ليرا غلطة مثالك اگر اوان دبيت شون نوش بإشارة أصلاً حديث هي لباري دا كنوش بإشارة بإشارة واجبة بكريت أجا إنسان نيتواني براوستانه وبدانشتنه وانا بيكات نوش بإشارة واجبة بكريت حديث هي لباري دا حالي قلت وانا أويكا أويك بس أصلاً قياسي نابت أويكا قياس لازمة بويتيا أويكا نوشكا بوسيلة إشارة ببرو بكريت بوسيلة إشارة ببرو بكريت ولا بإشارة دستو لا قوانا بكري حديثي لباري دا بلام بدانشتن بيت بدريجبون بيت سان دريج بيت بخوتن بيت حالي بون سونا بس چن في كردوتا أو جماعتا أو كنوجه كبوسيلي إشارة ببرو بكريت وانيا وقياس كرابت بسر نوجي إنساني كي دانشتو كإنسان دانشتو كالمومئ برأسه حالي بونسونا المومئ برأسه أو قيدي بوزياد كان أو كنوجي أو إنسان كبواسيلي إشارة ببرو نوجي دكات قياس بكري بوسر نوجي نفركي دانشتو كبسري إشارة دكات بواسيلي إشارة بسر نوجي دكات أولي بو سجدة وركوع أولا دادية توام واني سري دينية تخوار بس سري إشارة دكات وانيا أولا جوازي أو قياسيان نفي كردو أو جماعتين حالي قنتونا كقياسك بسبب چيا بجامع العجز بسبب علتك جامعك همان عاجزبوني إنسانك ناتوانبوني إنسانك حالي بون سونا؟ قالوا لأن الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس وانيا أولا دليل شان أولا يكتوي أنا أصل عبادتك شون شتيكي مهمة وانيا پس حتماً دبید به نقل و آوانه ثابت بید داعی و انگیزه زوره بوی که اصل عبادت کن وشتی که متعلق به اصل عبادت کن به نقل بکرد به نقل ثابت بید دی مادم نوجه کی که به وسیله اشاره به برو بکرد او نقل نکراو بو ما وانه چاو نگر نوجه کی که به اشاره بکرد نقل نیه لباره دا او نقل هیا او نکتن لباري كسي كيداك نيجي سنة دكات لسر پشتي حيوانك وانيا او حديث هاتوه كدتواني بسر إشارة بكات وانيا بدانشتن نيجي دكاتو بسر إشارة دكات بلان بوسيلي إشارة ببرو نيجي كبكات لباري ويدا هج نقلك نيا وانيا كالتي هي من ذلك
نوش كردن بوسيلة إشارة ببرو أوش يكيد لأصل عبادتك أنا حالي بونسونا مادام بوسيلة مادام نقلني لباريدا فس يدل على عدم إجازة دلالة دكالة سنويكا أصلا نوشكي كبوسيلة إشارة ببرو بكريها جائز نيا مادام نقلني لباريدا فس فلا يثبت جوازها بالقياسي فس أقوابيت تازة جائز نيا كام او نوجه بقياس ثابت ببيت جوازكي وانيا تازن ناكري جوازي او جولة نوجه بقياس ثابت ببيت چون اگر جائز با هر نقل وارد دبو لباريدا نقل موجود دبو لباريدا نقل موجود نيا پس ديارا اصلا نوجه كي او جولة بيت اصلا شارع اجازي نداوا حالي كون سونا بلام اما شون جواب دادينوا ودفع ذلك بمنعه ظاهر حالي من سنة دفع كرنوي أو دليلك أوان كتويانا دفع كرنوي دليلك بسبب أويك دليلك وان منع كين قبول نكين شتيكي ظاهر وأشكرا حالي من سنة أو شتيكي ظاهر وأشكرا يدي خو لازم ناكات حتما نقلها بيلا باريدا حالي قون سونا لازمناك حتما نقلها بالباريدا لباري همو نوع نوجه كده حتما نقل وارد ببيت او لازمناكات وانيا لباري نفري كده لسر بشتي حيوانك نوجه سنت دكات وانيا وبسري إشارة دكا لباري ويدا هاتو ايدي لباري ويدا نقلها توا حالي بونسونا فس اقواب نوجه كي كبوسيلة إشارة ببرو بكريد اگه انسانك عاجز بي ناتوان بيت حالي بونسونا اوش هر جوازكي معلوم ده بيت حالي بونسونا چون علته كي جامعي مشتركه لبينيان ده لبيني مقيس عليه ومقيسه كده كمش عاجز بونا حالي بونسونا حتى ليرا او علة مشتركة زور واضحة حالي قون سونا كأودة بتاع علة حكمك حالي قون سونا أما قبولنا كان هذه منعي وإذا كان دلين عدم نقل دلالتنا كالسر عدم جواز حالي قون سونا أجل نوعك لفعل نقل نكرابت دلالتنا كالسر ويكا أو علامتي وينيك أو فعليا جائز نبي حالي قون سونا عدم نقل دلالتنا كالسر عدم جواز او صي جماعتك ديكرو ومنع قوم القياس الجزئي الحاجية اي الذي تدعو الحاجة الى مقتضاه اذا لم يرد نص على وفقه في مقتضاه مثالك شي كضمان الدركي او مثالك شاو أما لو بدوا على صفحة 284 كتقريبا 80 صفحة ما أقوله لصفحة 284 لباسي قياسي حاجي دكات وأنا منسوبة ولا حاجات نوعك للقياس حالي بونسونا أصلي قياسي حاجي اختلافي تدايا كآية قبول ذكرية قبول ناكرت أصلي قياسي حاجي قياسي حاجي جزئينها أصلي قياسي حاجي آية قبول ذكرت يا منع ذكرت حجتة يا حجتنية لما بحث ذكالة باردة وأنا كإمام غزالي قبولنية قياسي حاجي أصلي يعني هل لأسلى وقياسي حاجي قبولنية حالي بونسونا هل أسلم ماهية كلية كي قبولنية حالي بونسونا بلان بعض ذلك يجوكو آميدي قبول يانا كآميدي وانك جائز بون حجت بوني قياسي حاجي لإمام مالك وإمام شافعيش نقلي دكات حالي بون سونا الظاهر عند بيت قياسي حاجي حجت بي لمذهب شافعي دا حالي بون سونا جاء اويك لرباسي لدكات دل جماعة قياسي حاجي جزئيا نقل كردوا اخر قياسي حاجي جزئي لبتسي قياسي حاجي جزئي همان فردك لقياسي حاجي دبتا جزئي دي بانيا
مثلا انساني جزئي دبت فردك لانسان حالي بمتونة بس قياسي حاجي جزئيش فردك لقياسي حاجي حالي بمتونة جادل جماعة قياسي حاجي جزئيا نقل كردوا مقصودي تيا مقصودي اول جماعتك ك لأصل دا قياسي حاجيا قبولا جماعتك كلا أصل دا قياسي حاجيا قبولا حالي بمتونة بلان بعضك لأفراد قياسي حاجي منع دكا حالي بمتونة قصو لشربينيش دا باسي ويدكا دلا أو أو كاليرا باسي لي كردوها مربوطة بكسانيكي كلا أصل دا قياسي حاجيا قبولا دلا أو كاليرا باسي دكا بعد الاتفاق على جواز ما هناك وان لدواي اويكا اتفاق بيدا بين السرويكا اويلا وبدوا باصل لكن جائزه اما الاصلي قياسي حاجي هل من سنة؟ بلان جماعتك هل من سنة؟ البته الجماعه مشخصنين دي وان يا شو هركسك كلا اصل قياسي حاجي قبول به بلان بعضك لافراد قياسي حاجي رد كلبيته و آن فرا و برده که ویدی وانیا بویا کتیانه آوا وانکه اصلا جماعتی معین نینا آو کسانا کلیر آو قولی نسبت داو بولایوان بلکو فقط نیوی آو کسانا ل کتابکانی لکتابکانی فقه دا باز ذکری نیوی آو کسانا کدین بعضیک ل افرادی قیاسی حاجی رد کنوا لكتابة كان أشباه نظائر دا كواسي اختلافات فقهية حالي بنتونا لوان دا نيوي أو كسانة باز دكري جا ومنع قوم بعضك جماعتك بعضك لا أفراد قياسي حاجيا رد كردوتوا إذا لم يرد نص على وفقه في مقتضى زمانك كنصك برتبقي أو قياسي وارد نبوبك وانيا لباري مقتضى يبدا قياسي حاجي تشيا قياسي كيكا حاجت إما دعوة دكات بو 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 مدلولي أو قياسي بو عمل كردن بمدلولي قياسك يعني حاجت حاجة نياز باعز دبيتك قياسك أنجام بدريد ودواء عمل بكري بمدلول قياسك حالي بون سونا جا أو تعريفا وانك جاريها الإجمالا أو تعريفي لك بلام لا صفحي لك دا تعريفك جامع ترديني بو قياسي حاجي حالي بون سونا أو تعريفي ناقصة حالي بون سونا أو تعريفة ناقصة دلد الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه ونيا يعني حاجة داوي مدلول قياسك دكات حبيبون سنة حاجة نيازي خلق داوي مدلول قياسك دكات أو تعريف ناقصة تعريف كاملة كيك للصفحة دي كدادت أويا كقياس حاجي أويا يعني حاجة نيازي خلق داوي مدلول قياسك بكاد يا داوي خلاف مدلول قياسك بكاد هل يقول سونا؟ يعني أجا تعريف جامعة كجنهينين أسان أو مثالي كيناويتي غلطة كالضمان الدركي شنا مثال الآن ديخينين لو مثالي دا حاجة نيازي خلق موافقني دقال مدلول قياسك هل يقول سونا؟ حاجة نيازي خلق موافقة دقل خلاف مدلول قياسك حالي بون سونا فاز مثالي قياسي حاجي وكوشي فردك لقياسي حاجي كبعضك منعي كردوا بلام أصح أويك جائزة قياس حاجيك جالي قياسي حاجي لا شربيني وانا دا تعريفين كردوا قياسي حاجي أويا أتو شتيك حكميكي بو ثابتة بوسيلة نصي ديني وانيا اتوش ظن پیدا دکې بویکا او شته حکمه کې بو ثابته لبل حاجه نيازي خلقه کې او حکمه بو ثابته وانيا دوا اتو ديني شته کې دوه مش ک شباهتي بشته اوله که هيا
لو داك خلق حاجة نيازيان فيها يا أبيش هر عينا أو حكمك أو حكمي وسابق دكي شتيكي دوام كوكوشتا أولك خلق احتياجيان فيها يا أبيش دي همان حكمي شتا أولك وسابق دكي حالي قنصونا قياسي حاجي بويدا لشربين دانو سيرتي بأن ترتب حكم على شيء يظن أن علة ترتبه عليه الحاجة إليه من غير نص على أن علة الترتب الحاجة فيقاس عليه غيره لوجود الحاجة فيه. وأنيا شتيك حكمك هيا وأنيا أتظن في ذلك كيكا لبلويك أو شت احتياجي خلق بو يا حكمك يبو ثابت كراوة بو يا فلان حكمي يبو ثابت كراوة أبتا هج نصك جنية قبل أو شتا شن احتياجي خلق بو يا فلان حكمي هيا هج نصك نية بلا ما تو ظن في ذلك بوي أتوي كمجتهدي حالي بون سونا دتواني بيشتكي دوام إذا بصر شتا أولك قياس بكي شتكي دوام كخلق احتياجان فيها بيت بصر شتا أولك قياس بكيو همان حكمك يبو ثابت كي قياسي حاجي أوي حالي بون سونا وكتي مثالكي كالضمان الدركي مثالكي وكو الضمان درك يعني زمانت كردني زمانت كردني درك حالي بون سونا درك بشي دلن درك أو فولايك مشتري ديدا ببايعي حالي بون سونا درك بابي دلن أو فولايك مشتري ديدا ببايعي وانيا زامن بوني أو فولاي دابا بايع زامن أو فولاي بيت حالي بون سونا بني. يعني دواء دابير اگر جنسكي با عيب دار ودر كوت وانيا دابير بايع او فولا بداته وبا مشتري حالي بون سونا زامن بوني او فولايا الان شاو خلق احتياجان فيها ايه انا كبايع زامني فولا كبيت خلق احتياجان فيها ايه انا خلق احتياجان فيها ايه شكو ممكنة أو جنسي كبايع ديدا ومشتري جنسك عيب دار بيت وانيا خزور جارا عيب معلوم نيا عيب جنسك حالي قون سونا بس خلق احتياجان بويه كأجر إن خرج معيبا حالي قون سونا أجر جنسك بعيب دار ودر كود دواء بايعك الزامن يو كولي بيبو مشتري حالي قون سونا خلق احتياجان بيه بلان قياس خلافي ويساب الدكات حالي بون سونا قياس يعني قياس مقتضي أويك بايعك زاميني أو فولي نبيت حالي بون سونا قياس مقتضي ويك زامن بونك نبيت حالي بون سونا ده حالك ده زامن بونك خلق احتياجان فيها يا. حالي بون سونا أو نكتم دبي كتم تعريفك ناقصة حالي بون سونا الآن زامن بون شتيك كخلق احتياجان في هيا بلام وانيكا بلام اويكا مدلولي قياسك اويا كبايع زامن نبيت حالي بون سونا أو بخوي توزيحي دا ضماني درك بشي دلن وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا وانك أو مثلا دي زامن بوني بول بولكي كبايع ولي قرتو دا بي زاميني بيو بيدا توب مشتري أجل مبيعك ودرك كحق نفرك ديكايا وانيا حق نفرك ديكايا بيجقى لبايعي أصلاً أو جنسا ملكي بايعي نبوه أقل ودد كويت كمبيعك مستحق ونفرك ديك بيجقى لمشتري وبيجقى لبايعيش نصيبتي لغير المشتري بل لغير البايعي حالي قمت أصلاً أو جنسا ملكي نفرك ديك وملكي بايعي نبوه حالي قمت سونا دواش العام ليرت سونا أو مثال كيدي أو مثال شونا القياس يقتضي منعه قياس مقتضي أويك كضمان درك منع بكرين
مقتضي اوه كزامن بونك منع بكري زامن بونك نبيت بني حالي بون سونا بو مقتضي اوه لأنه ضمان ما لم يجب بني چونكو چونكو او مثالي ما زامن بونا بوشتكي كهشتا بواجب نقراوا زامن بونا بوشتكي كبواجب نقراوا حالي بون سونا اخي خو بنيك مادام او مالايا مالي اسم مالي بايعي نبو جنسكا حالي بون سونا فاز اسم بيعك دانا مزريت حالي بون سونا مادام بيعك دانا مزريت فاز پولاکش بواجب نگراوه که مشتری بیده به بایعی حالی بون سونا پولاکه بواجب نگراوه که مشتری بیده به بایعی مادم بواجب نگراوه وش اشتیکی که بواجب نگرابید زامین بون نسبت ببینیه حالی بون سونا اول ده بشتکه بواجب بگرد جدوه زامین بون نسبت ببیه هیر حالی بون سونا جاو علیه ابن سوریج ابن سوریج لسر او لسر او فتوى روشتوا لسر او قولي روشتوا حالي بون سونا كا قياس داوا دكات كا زامن بونك منع بكري زامن بونك نبيت واني چون او ضمان ما لم يجيبا حالي بون سونا اتا قياسك قياس بوسر سيا او قياسك قياس بوسر او حقاني كا مستقر نبونا اگر اما بين لأن دركي قياس بين وسر ما لم يجب كان. وانيا هروكو شون لوان دا زامن بونيا دبل لو درك ايش دا زامن بون نبيت. درك بشي دلن بولكي كمشتري داويتي ببايعي. هالي بون سونا اقام دركي وسر ما لم يجب كان قياس بين. او حقاني كبواجب نقرا ومستقر نبونا. هروكو چون لوان دا زامن بون نيا دبه لو دركيش دا زامن بون نبيت قياس داواي ويدكا داواي منعي زامن بون دكا دا حالك دا حاجة خلق احتياجيان بزامن بونكا هيا وانيا دي باش اوليرا والأصح صحته حالي بون سونا قولي أصح اويكا كا زامن بونك صحيحة قولي أصح أوليك زامن بونك صحيحة يعني بايعك دبت الزامن بايعك دبت الزامن حالي دون سونا بوشي لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم چون خلق عموما وانيا خلق احتياجيك عاميا هيا بزامن بونكا لمعامليك داكا إنسان غريب كان وغير إنسان غريب كان ديكن حالي بون سونا مخصوصا لمعاملي إنسان غريب كان دا زور او احتياجي ما مكده بيد شو مثلا نفريكي غريب ديتك ناتو ناي ناسي وانيا نازاني او جنسك بيتي مالي خوينيا ناي ناسي حالي بون سونا نازاني او إنسانكي باشا يا إنسانك حق بازا وانيا يعني الزور أودية تبيشي كالوانيا أو إنسانا جنسي كيكا مالي دزي بيت وانيا بيت أو جنسي بفروشي حالي قون سونا جنسي كيكا دزي بيتي بس أقوابت درستا لا يعني زامن بونك صحيحة قولي الصحة حالي بون سونا شون خلق احتياجيان في هيا بلام لدواي اويك بايع فولك ور بقريت فولك قبس بكات جاد بيت الزاميني او فولايا لكن بعد قبض الثمن الذي هو السبب الوجوبي وتن الى وجوب معنى سبوتا بلام لدواي اويك بايع فولك قبس كربير او فولايك سببي سبوتا سبوت يعني سبوتي زمانت حالي بون سونا لدواي اوي كبايع فولك قبس بكات كسمنك قبس بكات كقبزي سمنك وانك دبت السبب سبوت زمانتك حالي بون سونا يعني لبيش قبزي سمن هشتا بايعك الزامنية بلان لدواي اوي ك
پولك قبض دکد اوجر دبیت زامین حالی اون صنا بلام کنجه دبیت زامین لدوی اوی که پولکش قبض کربید ونیا حيث يخرج المبيع مستحقا ونيا لوقتي كذا كا ودرب كبد كا جنس مبيع كا حقي نفرك دي كبوا بيجقل بائع وبيجقل مشتري هل اجا ودرب كبد شاو منزوري او دي اجا هل ودرنا كود اجا تا اخر عمر هل ودرنا كود او معلومه الزامن نابيدي هل يقول سونا جاء والمثال غير مطابق مثالك مطابق نيا لقال تعريف قياس حاجي البتة بيجوي كباسي ويبكين شاو ليرا مطلبك مهم هيا كالإدامج دا باسي لذكات أويج أويا شاو قياس حاجي ليرا مصنف كتيب بعضك قياس حاجي منع دكن ونيا يعني بعض قياسي حاجي ردك نوا يوشا ليرا ابن سريج قياس عملي كربو بقياس حاجي كردي نكربو أخو قولي دوام كما باصح عندنا أو عمل بقياس حاجي كناكت لحالك دا دام أون باصح دانا أو نكتن قياس حاجي كا تقازادك كسي تقازادك كزامن بونك منع بكري زامن بونك نبيت بلام خلق احتياجيان بزامن بونك هيا هل يكون سونا لباشا اما فتوى دو مكان بأصح دانا كأو عمل بقياس حاجية كناكات وانيا لباشا بس اقواب اما هر او قومين دي كقياس حاجية كمنع دكن وانيا دحالك دا زاهر مصنف ديهبت ردي وانا بكاتوا ردي او كسان بكاته او كقياسي حاجي منع دكن هل يكون سونا بلام اما لإدامج دا مصنف اشاره بيدك بتوكو اشاره هم اشاره بيدك كاما كفتوى دو مكان بصح دانا وقياس حاجي كان رد نكر دو توا هل يكون سونا فقد عمل بينا كردوا هل يكون سونا أخرت كرنوا دقل عمل بينا كردن فرقي هيا حالي بنتونا يعني أما أولا هاتوينا قياس حاجية كان قبولا قياس داوا دكات قياس حاجية كداوا دكات كا زامن بون نبي زمانة نبي داوا ويدكات دي باشا مش قبولي دكين بلام للايكي ديكا وأو دليلك وانيا قياسك دليلك كداوا دكات زامن بون نبي بلام لا مقابل دا دليلك ديكشن هيك حاجتي خلقا وانه احتياجي خلقش داوا دكات كزامن بونك هبيت فز او دو دليلانا لمقابل يقدان معارض دقل يكتر اما هاتونا دليل دو مكان ترجح داوا عملا في كردو فز اما قياس حاجية كان رد نكردو توا فقد دو هاتونا ترجيح داوا لبيني ولبيني دليل يكي دي كدا كهمان حاجتي خلقا وانه اما هاتونا عملا با با دليل أولا كنا كردو كقياسا كيا حالي قون سونا بس أقوابت أما وبر أو كسانا ناكبين كدين قياسي حاجي ردكنا وشن ردي دكنا يعني كلا قبولي ناكن وليما قبولي دكين بعنواني دليلك بلان دلين دليلك ديكش كمعارزة دا قلبي دا مقابلي دا هيا واني جا ده بين ترجيح بدين لبين او دو دليل انا ده حالي بون سون اخر احتياجي خلق يكر للدليل الشرعية كان احتياجي خلق حالي بون سون يكر للدليل عام كان للشريعة ده كبنا بنا بري حكم صادر ده بين او وانك الكتابة اصولية كان ده باسي عن ليكر دوا مخصوصا لموافقات شاطبي ده مخصوصا لبدا زور باش شاك باسي ليكر دوا بحسي همان حاجيات وتحسينيات وزروريات هل يقول سناوة همان لبحسي حاجيات دا باسي لي كردوا لو وجيزوا نجد دا باسي لي دكات لآخره أو للدليل عام مكان الشريعة احتياجي خلق ك وانك بوسيلي
بعض آيات وحديثك ثابتة بدوك مثلا وحديثك في غمرة صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الدين يسر دين آسانة فأنا بس أقواب لو جانيك احتياجي خلق بيتا بيشي حكم آسان ده بيتا حاليبون سونا يا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وانيا أو نص آيات قرآن إيدي أو حديثش كإن الدين يسر لصحيح البخاري ده هاتوا حال يبون سونا أو أنا ثابت ده كان كاحتياجي خلق يك لو دليل عامانية للشريعة ده حال يبون سونا مشا لمقابل يك ده قرار ينقرتوا أما عمل با دليل أول كنا كان كقياسك ترجيح يوما نداوا بلام رديش النكدة وقبول كلا مرحلة أول ده واني بلام دوال مرحلة ترجيح دانا كنا كمية ويا عملي بيناكين هذا ودي قتيل يبكن ها أما رد النكر وبرو جماعة ناكين حاليون سولا بلام والمثال غير مطابق أو مثال مطابق نية دقال قياسي حاجي دقال تعريف قياسي حاجي كبيشي كردن بو مطابق نية دقال تعريفك تشل فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياسي وانيا شون بناء بو تعريف الناقص هيك ما في شكل دن دبير احتياجي خلق دقل قياسك موافق بيت لحالك ده لو مثال ده احتياجي خلق وانك أما دعوة دكان لو مثال سر ودا دعوة ما دكان بو خلاف مدلول قياسك احتياجي خلق برزد مدلول قياسك يا وان احتياجي خلق زامن بوني بايعة لحالك دام مدلول قياسك عدم زامن بوني بايعة حالي بون سونا بس أقوابد أو مثال دبيت مطابق تعريفك نبي مقر أو يكشل بلان إلا أن يفسر قوله قوله الحاجية بما مقر أو يك قولي مصنفك كتي كقياسي حاجين يوبرت ما قربين بتعريفك جامعة التعريف بكين ما قرويك الحاجي تعريف بكرت بو تعريف الجامعة تعريفك بي ما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه وانيا بي بو تعريفة بلين قياسي حاجي ما قياسك كتدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه قياسك كاحتياجي خلق ين أما دعوة دكاد ومدلول قياسك ين وزد مدلول قياسك يا احتياجي خلق هما مدلول قياسك يا ين احتياجي خلق زد مدلول قياسك يا بل زد مدلول قياسك كابرا دل جباشا أما شون دتوين قياسي حاجي وتعريف كين لخورا دتوين وتعريف كين راستا وقتي مثالك دروز دبي حالي قون سونا بلا مخلمة شون ده توعين لخورا يبين تعريفي قياسي حاجي أوابكين تعريفكي بقورين أوش دلما بلا خوراي نيا أو مسألة لابن الوكيل والجيراوة وانا ابن الوكيل إش بخوي قياسي حاجي بو تعريف الجامعة تعريفي كردوه حاليون سونا فبوشي أما ده توعين بين أو تعريف الجامعة وقياسي حاجي بين نوا ولا فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل وقد قال قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف؟ وانيا شو إشارة بويدكاتك قياسك يعني حاجة خلق موافق قياسك بيت ين حاجتي ين بالخلاف قياسك بيت حاجتي خلق هبدو كياني باس كردوا وانيا او مسألة لابن الوكيل والجيراوة او مثالي كاما باس مان كرد لحالك اذا كابن الوكيل ايش دلت لكتابك خوي دا دلت قاعدة قاعدك قاعدكش اويا قياسي جزئي هر زمانی که لطرف پیغمبر و نسخ نهت به برتیب قیوی دقل اوی که
احتياجي خلق بولاي مدلولي قياسك عام بوبيت لزماني پیغمبر دا بلام نص وارد نبوبيت احتياجي خلق بو مدلولي قياسك عام بيت ين احتياجي خلق بو خلاف مدلولي قياسك عام بيت ايا هل يعمل بذلك القياس ايا او اختي عمل بو قياسي دكريت ين فيه خلاف كتويت اختلافي تدايا هاري كونسونا جاء وذكر له صورا چندان صورت چندان صورتي بو او قياسه هنا وتو بو او قياسه حاجيه جزئيه چندان صورتي بو هنا وتو چندان مثال بو هنا وتو كيكي كان همان مثال زماني درك منها ضمان الدرك هذا يقول شنو يكي لا مثال كان همان مثال زماني درك ك ذكره كما تقدم مثالك شي باس كردوا وكو او جوليكا تيباري لبيشين يعني وكو ما مثالك توزيح داوا حالي منسونا؟ دي باشا بس اقوابت قياسي يعني قياسي حاجي بس دو شقي هيا وانيا يان حاجتي خلق يان احتياجي خلق موافقة دقلوي يا برزيد ديويا حالي قون سونا دو بشي هيا قياسي حاجي حالي قون سونا دو جوري هيا دو نوعي هيا وانيا جا او مثال زماني درق لنوع دو مكيتي وهو مثال للشق الثاني من المسألة وانيا او مثال زماني درق مثال بو شق دوام لمسألك شق دوام سبو او بك عموم الحاجة الى خلافه وانا احتياجي خلق عام بيت بو خلافي مدلولي قياسك خلق احتياجي لك عام ينهبت بزيد مدلولي قياسك حالي قنصنا احتياجيا خلق احتياجيا ينهبت بزيد مدلولي قياسك نقب مدلولي قياس حالي قنصنا او مثال بووي ادي مثال بو شقي اول وكوتي ومنها وهو مثال للأول صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانيا يكيكي ديكا لسورتكان قياس حاجي كهو مثال بوشق أول مثال بنوع أول وانيا مثال كأويا إنسانك نفرك نشبكات لسر تواوي أو كساني كمردون لمسلمان لشرق وغربي زويدا أسامن بهم نجي كي مردو يا أبكم بلهم نيت من نجي مردو دكم لسر تواوي أو مسلماني كا لشرق وغربي زويدا مردونا هل يقول سونا أو مثالي كي ديكا هل يقول سونا أو مسلمانين كمردونا وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم أو أني كأور ومردونا وغسل دراون وكفني عند بركلاوا هل يقول سونا؟ ديوش الآن ليلة قياسي حاجي تشدلت وانيا معلومة أولا احتياجي خلق داوا دكات كا أو جول الصلاة جائز بيت احتياجي خلق داوا ويدك هايدي وانيا خودی قیاس دعوی چه دکت؟ قیاسیش دعوی دکت که او جوره نوجه دروز بید حالی بون سونا قدر احتیاجی خلق دقل قیاسا که مطابقه حالی بون سونا القیاسو یقتضی جوازها قیاس دعوی دکت که او جوره صلاته جائز بید حالی بون سونا و علیه الراویانی که راویانیش لسر او قوليا لسر او قوليا روشتوا بوشي قياس داوا دكاك جائز بيت لأنها صلاة على غائب چون او نوجه لسر مردوي غائب حالي بون سونا لشان نوجه لسر مردوي غائب درسته يعنى نوجه لسر مردوي غائب درسته دي پیغمبر اوانيا لسر نجاشي نوجه مردوي لسر كرت اوانيا لحالك إذا كان نجاشي حاضر نبو له نجاشي غائب بويدي لحبشي بو
حالی اون سوال بلند وقتی خبری مردنا که بیست پیغمبر هلا لشاری خویران نجی مردوی لسر او غایبه خیند حالی اون سوال البته ولی سر یک نفری بو سر یک نفری بو وانیا پس عملی پیغمبر نجی مردو بو لسر یک نفر بلام اوی که او مثالی که ما باسم یدکر اویا لسر کلی او کسانی که لو رو دا مردونا و غسل دراونو کفنیان دا برکراوا لسر همو یا نجی مردو بکرین لحالک دا هموش یا غایبن حالی بون سونا یعنی پس قیاسا کچیا قیاسی جماعتک مردوی غایب لسر یک نفر مردوی غایب قیاسا که اویا شا قیاسا که داوا دکات که نجی که دروز بید نجی مردو لسر جماعتک غایب بکرین اگه قیاسی بکنیم با سر نوجی مردو لسر یک نفری غایب قیاس داور دکات که نوجه که دروز بید چون نوج لسر جماعت کش بکنی او نوج لسر غایب ایدی وانیا هر وقت چون نوج لسر یک نفری غایب دروسته لسر جماعتی که غایبش دبه دروز بید حالی بون سونا پس قیاس داور دکات داور جوازی صلات که دکات ادی احتیاجی خلق والحاجتو داعیت لذالکا احتياجي خلقيش داواي ويدكات كجوازي صلاتك هبيت وانا لذلك ذلك يعني جوازي صلاة احتياجي خلقيش داواي جوازي او صلاتي دكا بو لنفع المصلي والمصلى عليهم شون او نجي نفعي هيا بو شخص مصليك بو او جماعتيش كان نجي ان لسر دكري وانا شون نجكش وانك خير وبركتي بمردو كان هيا يعني سكنايو آرامش ددا بمردو كان حالي بون سونا چون دعا يم بو دكري دي دنيو جكدا دعا دكري بو مردوانا وانا دعاج نفعي هيا بو حالي بون سونا ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك لطرف پیغمبره و هیچ مبينك وارد نبوا لذلك بو أو مسألة كا أجل جماعتك مردوي غائب هبيت درست نوجي مردوي أن نسر بكري أن هل يقول سنا هج نص كي مبين لطرف في غمرة ونهاتو هل يقول سنا أوج مثال دوم وانيا باشا أما كنت جماعتك فزران دو مثال هيا وانيا مثال اول زمان درك مثال دوام نوش لسر جماعة غائبك حالي بون سونا هردو قياس حاجيك بعض كسر منعي دكا يعني هم مثال اولك بعض كسر قياس حاجيك منع دكا هم مثال دوام دا بعض كسر قياس حاجيك منع دكا وانيا علتك ايتيا دلت ووجه منع القياسي في الشق الاول الاستغناء عنه بعموم الحاجة وفي الثاني معارضة عموم الحاجة له جاري اويك دو قياسك منع دكات لو دو مثالنا دا قياس منع دكات او دليل ايتيا دليل او كسي كقياس منع كدو الشق الاول دا وانيا شق اول سبو الضمان درك لا والله مثال الشق اول اما نوج لسر جماعتي غائب ابي بشق دوام دانا الضمان درك شق دوام هو لو تعريفيك ابن الوكيل كتويتي وانيا الضمان درك دابت الشق دوام وانيا دوكتي ومنها وهو مثال ومنها وهو مثال للأول صلاة الإنسان حالي بون سونا على من مات من المسلمين فس أقوابت لا أول دانا كذا لا شقي أول دا أو مانعي كقياسي منع كردو دليلكي أو أبوا كتويتي لا شقي أول دا كمان مثالي صلاة لسر جماعتك غائب لبدا قياس مدلول قياس دقل احتياجي خالق مطابقة يعني فس أقوابير بنيازي بيدادة باللوي كقياس أنجام مدريد بسبب
بسبب او احتياج عامه كخلق هنا ومطابقي قياسا هل باحتياجي خلق او احتياج عامه كخلق هنا ومطابقي قياسا حكمك السابق دبي تازه لازمناك قياسا جامدين هل يقول سونا او لا شقي دوامج دا كهمان مثال الزماني دركا لبدا برعكس لبدا احتياجي خلق زدي قياسك يا وانيا لوجد كتوانا بس قياسك ما نعدكين چونكو احتياجيك عام كخلق هنا معارضة له دقل قياسك او احتياج عامي كخلق هنا معارضة دقل قياسك بس قياسك حجتني هل يقول سونا او كسي كمنع دكات ادي اوي كإجازة دادا شونا الان مش إجازة دادين هل يقول سونا ولا والمجيز في الأول قال لا مانع من ضم دليل إلى آخر وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجة أويك إجازي قياس دادا لو دو مثالنا دا وانيك أمش إجازي قياس دادين حتى لمثال الزمان درق دا إجازي قياس دادين حالي قنصنا أو دلتي أو دلت بابا لا لمثال الشقي أول دا كاكتن احتياجي خلق دقل قياسك موافقة دي باشا با موافق بيت واني خو هيج اشكالك اني اقل حكمك بدو دليل ثابت بكري هيج احتياجي اقنية كان حكمك باحتياجي خلق ثابت ببيت حالي بون سونا دوايا بين بقياس اش ثابت بكين واني بين دليل اكي دي كان ملحق كين با دليل أولك كإحتياجي خلق بوا وانيا دليلك دي كجم الحق كين بيك همان قياسك ما دام هردوك ين مطابقا دقل يكتر ويك حكمي سابد دكن حالي بون سونا ولا مثال الشقية والدواب وإشكالين أو نكتن إشكالين كحكمك بدو دليلا سابد بيت وانيا باشا بإحتياجي خلق سابد دبي حكمك بابا قياسي سابد بيت حالي بون سونا حتى او بكلكي جديد بكلكي جديد مثلا قال جيكاكي او حكمه دقل حكمه كي ديك تعارضي بو بيدابو او اختدارين او حكمه بدو دليل ثابته بابا حكمه كي ديك لو انا بيك دليل ثابت بيت او اختي او حكمه ترجيح دلي حتى بكلكي جديد يعني حالي بون سونا بلام وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجه لا مثال شقي دو مش دا كمان مثال زماني دركة قياسي مقدم كردو بسر احتياج عام كذا قياسي مقدم كردو إن شي قياسي مقدم كردو أو نكتن عمل بقياسة كناكين كتن قولي الصح أويا دارين بابا قياسي مقدم كردو بسر احتياجي خلق دا يعني قياسك منع ناكات يعني مجيزك قياسك منع ناكات حالي بون سونا بس مقدمي كردو يدي بس الاحتياجي عام دا هاتشان احتياج عام مكا زد دي قياسية وانيا برا ما هو باعز نبوك قياسك انجام نداد قياسك مقدم كردو بس الاحتياج عام مكا دا قياسي شي انجام داوا بلام دوايا چون دي تويتي او دوانا زد ديكن معارزن دقل يكتر وانيا لهر جيه كش داك تعاروس هبه لبيني دو دانا شد دابه ترجيح بدريت اگر نتواني توافق دروس كي لبينان دابه ترجيحي لا يكيب دي دباشا اما دوايا هاتوينا ترجيحي قياسا كما نداوا حالي بون سونا بو يكتونا قولي اصح اويكا احتياجي خلق داوي الزامن بوني دكات وأما عمل بويدكين عمل بقياسك ناكين حالي بون سونا؟ لا شم دليلكي قويتر احتياجي خلق حالي بون سونا؟ لا شربيني نسيبتي ها فزاوة قدم القياسة دبي جوان معنى كنوان شربيني نسيبتي قدم القياس على عموم الحاجة أي قال لا يمتنع قياسي مقدم كردوا يعني كتويتي قياسك محالنيا قياسك دتوانين بيكين وانيا بلان ثم إنه بعد عدم امتناعه
قدم القياس حالي بون شونا البتة بس أوي كم مجيزكا قياسي مقدم كل لاني كتويتي قياس محلني ده تواني قياسي بكي بلام جالدوية أوي كقياسة كرت احتياج عامة كج لمقابل ويداية زد ديوية وانيا بعض الدين ديسان هالقياسة كي مقدم لك أنا وكو ابن سريجي ديسان دين قياسة كي مقدم لك أنا بلام بعض ذلك جوكو إيما أما دين احتياج عامة مقدم لك أنا أو جار حالي بون سونا عمل ببي لك حالي بون سونا برون يا رب وسطين رانا وسطين كم الله ما كم يجني الله تزور على رب وسطين استكيد ديك درين وانا بقول درين إيش حاطن أنا مش بختان درين حاطن تقريبا نازل دو من دو ده تشمو